بينضم لنا بقى عبر الهاتف كابتن تامر صقر المحلل الفني لقنوات اون تايم سبورت. يا كابتن برحب بحضرتك، منورنا في اخبار اون تايم وسعيدا جدا ان انت معايا. في اخر لينا في البدايه لازم كده اسال حضرتك عن شايف ازاي مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني بكره في الدوري الافريقي. لا انا والله شايف انها مباراة يعني تبان انها سهلة، بتلعبي فرقة برضو سيمبا اكيد مش اسم كبير زي اسم النادي الاهلي، ولكن مباراة برضو اعتبرها اعتقد انها تبقى مباراة صعبة على النادي الاهلي، بتلعبي في فرقة دعمت بصورة كبيرة جدا السنة دي، يمكن ميكوسوني رجع لهم، وميكوسوني مع سيمبا مختلف عن ميكوسوني مع الاهلي، يمكن ميكوسوني تألق مع سيمبا هو ده اللي كان سبب ان الاهلي يتعاقد معاه، فاعتقد ان مع الجماهير اللي بتملى الملعب في دار السلام في تنزانيا اعتقد ان المهمه مش هتبقى سهله على النادي الاهلي، ولكن الاهلي تعود على الاجواء دي ومحتاجين خصوصا المباراه بعدها باربع ايام المباراه العوده في القاهره، فنحتاج الاهلي يطلع بنتيجه جيده علشان يلعب هنا وهو مستريح. هل فترة التوقف هتأثر على الأهلي في مباراة بكرة أمام سيمبا؟ لا ما افتكرش علينا، احنا معظم اصلا الفريق الاساسي كان موجود لسه في مباراه الجزائر من كذا يوم، كان بيلعب الشناوي وعبد المنعم ومحمد هاني وياسر ابراهيم نزل وحسين الشحات نزل، فمعظم الفرق الاساسيه موجوده ولسه كانت بتلعب من كام يوم مع باقي الفرق اللي ما كانوش في المنتخب، لا اعتقد لا كانت ميزه ان الاهلي يريح الفتره دي خصوصا ان هو لعب ماتشين في الدوري الممتاز وداخل على فترة صعبة، هيبقى فيه كل 3 4 أيام عنده ماتش، عنده بطولات كتيرة وداخل فيها، فلا أعتقد إنها مش هتأثر بصورة كبيرة، خصوصا كمان إن في ميزة المرة دي عن أي مباراة إن كانت سان داونز وسيمبا كان على طول بيستغلوا الرطوبة والأجواء الحارة فبيلعبوا الساعة 3 الظهر، صح، مباراة بكرة أعتقد إنها هتقام الساعة 6 الظهر، دي هتبقى في مصلحة النادي الأهلي يعني. كابتن تامر من وجهة نظر حضرتك كده ايه التشكيل المتوقع للأهلي في المباراة بتاعت بكرة؟ بص انا اتوقع التشكيل الاساسي هو في مكانين بس هو اللي هيبقى فيهم خلاف، يعني الشناوي لا غبار عليه، محمد هاني اكيد هيلعب، علي معلول اللي كان بيقولوا ان هو السفر هيبقى طويل من اليابان لتنزانيا ولكن الميزه ان هو ما لعبش مباراه تونس واليابان فهيبقى قادر ان هو يلعب، خصوصا ان هو ما عملش مجهود بدني كبير يعني ما لعبش ولا دقيقه في المباراه، صح، فاعتقد علي معلول هيبقى اساسي، محمد عبد المنعم طبعا بتألقه الفترة دي لازم هيبقى أساسي، هو المكان اللي جنب محمد عبد المنعم لأن رامي ربيع هو في آخر فترة هو اللي كان بيلعب أساسي على طول، وياسر إبراهيم متاخد في المنتخب، فأعتقد هو الكولر هيبقى عنده يعني هيفكر ما بين رامي ربيع وياسر إبراهيم. في نص الملعب في 2 حاجزين أماكنهم بصورة كبيرة جدا اللي هو مروان عطية وديانج. التالت مع غياب إمام عاشور للإصابة حتى لو رجع ما أفتكرش إن هو هيغامر إن هو يبتدي بيه. فهيبقى الكلام ما بين اثنين سواء احمد نبيل كوكا او افشه، ولكن مع تألق احمد نبيل كوكا اخر فتره وراح المنتخب اعتقد ان هو ممكن يلعب بثلاثه هاب ديفندرز اللي هو مروان واحمد كوكا وديانج. قدام ما فيش خلاف على الثلاثي اللي موجود سواء بيرسي تاو او حسين الشحات او كهربا، فاعتقد هو اللي هو ده التشكيل اللي هيلعب بكره، هو المكانين اللي قلت لك عليهم السنتر باك والهاب ديفندر الثالث او وسط الملعب. كابتن تامر لازم اخد كده من كلام حضرتك، وفي فعلا كلام كتير قوي ان ممكن امام عاشور ما يشاركش في المباراة، شايف ان غيابه هيأثر على الاهلي في اللقاء؟ لعيب طبعا مهم ولعيب متالق في اخر في الفتره الاخيره، ولكن لا يعني ما لو لعب الاهلي بيلعب خارج ارضه، فاعتقد ان وجود احمد نبيل كوكا او حتى قفشه وعندهم خبرات ان هم لعبوا المباريات الافريقيه اللي زي دي، فلا اعتقد ان مش هيبقى فيه تاثير كبير قوي، يعني اعتقد امام عاشور اهميته اكثر في مباراه القاهره. لازم يا كابتن اسال حضرتك برضو عن شايف ازاي كولر هيدير المباراه، هل هيلعب على التعادل خاصه ان مثلا ده لقاء الذهاب، في ناس كتير تقول لك يلعب على التعادل ده لقاء الذهاب وكده، ولا شايف ان هو هيلعب على الفوز؟ لا هيلعب لا بشكل متوازن يا لينا، يعني ما افتكرش ان كولر ولا هيغامر بالهجوم يعني القوي ولا هيدافع على طول، لان اتعودنا الفرقه المصريه اللي بتروح تدافع عشان تطلع بتعادل بتخسر مباراه، والفرقه اللي بتحاول تهاجم انها تحرز اهداف هي على الاقل بتطلع بتعادل يعني.
فلا يعني هيبقى الخطة يعني هتبقى متوازنة، والأهلي يعني اتعود على المباريات دي وتعود ان هو يكسب بره. انت عارفة زمان لينا المشكلة ان احنا عودوا اللعيبة المصرية ان انت لما بتطلعي بنتيجة اللي هو تعادل او خسارة ب1-0 يبقى ده انجاز كبير، لان صح انت عندك مباراة في مصر فهتعوضي بفرق اهداف اكتر. ولكن لا يعني الفكر ده المفروض يتغير. انت ما دام انت اقوى وفرقه اقوى بتقدري تكسبي الفرقه دي لما بتيجي القاهره 3 و4، يبقى لازم تحاولي تكسبي المباراه الاولى عشان تستريحي المباراه الثانيه. صح كابتن تامر، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا هنا في برنامج اخبار اون تايم. شكرا ميرسي يا جدا ليل، لحضرتك.